علمني كيف على بابك تنسى الساعات، لا يجري إلا زمن الحب بلا كلمات. كيف أناجيك بذراتي، باسمك تتسابق خفقاتي، أنفاسي تلهم عبراتي وندائي في روحي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعاجيب المحاريب، هذه الحلقة نتكلم فيها عن أعجوبة جديدة من أعاجيب الأدعية التي تدعى في محراب المؤمن. يستطيع المؤمن أن يدعو الله بها يوميا في هذا الشهر الفضيل. نحاول في هذه الحلقة أن نشرح معاني هذه الأدعية التي وضعها الله سبحانه وتعالى، يعني وضع الله ما يقارب 50 دعاء في القرآن الكريم، حتى نستعملهم وحتى نستثمرهم وحتى نحصل على نفس النتيجة التي حصل عليها من الأنبياء. دعاءنا اليوم دعاء محبب جدا للقلوب، دعاء رقيق جدا، دعاء يعني عاطفي، دعاء لشفاء المرض. سبحان الله، الإنسان بس يمرض تشعر أنه يصبح نوعا ما حزين، مسكين، يفقد القوة، يفقد الطاقة، بحاجة إلى دعاء يمده بالقوة. يمكن إحنا تخيلنا من كلامنا هذا أن دعاء المرض أو دعاء الشفاء من المرض رح يكون دعاء قوي، يعني في رصانة وفي قوة وفي ألفاظ كبيرة، لكن لو طلعنا على هذا الدعاء رح نشعر أنه دعاء جدا لطيف، جدا مؤدب، جدا مهذب. هذا الدعاء نحكي أكثر، كنا تعودنا أنه ندعي يا رب اشفيني، يا الله يا شافي، اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. لكن قليل منا اللي وقف مع دعاء أكثر نبي مرض. هذا النبي اللي مرض، اللي الكل حافظ قصته، سيدنا أيوب اللي مرض يعني وقت طويل جدا، قرابة 20 عام وأكثر. طبعا مرضه كان مكون من 3 أركان: شلل، يعني مش بس مرض واحد، مرض 3 في 1: شلل، سيلان أو سيولة في الدم، وأيضا مرض جلدي كان معه. يعني كان 3 أنواع مرض راحوا، غير المرض طبعا الابتلاء كان كبير بالنسبة له كنبي. راحوا كل أولاده وحرقت مزرعته وماشيته، يعني تجارته، يعني نقدر نحكي أنه على جميع الأصعدة كان مبتلى هذا النبي. العجيب مش الابتلاء، نحن بنعرف أنه الدار دار ابتلاء، وإحنا بنعرف أنه الابتلاء يمر على الجميع، لكن العجيب في موضوع سيدنا أيوب، يعني اللافت للنظر طريقة مخاطبته لرب العالمين، طريقة جدا عجيبة، طريقة فعلا يعني نستطيع أنه نسميها طريقة نبوية مهذبة مؤثرة جدا. ربي إني مسني كل هاللي صابك يا سيدنا أيوب، وبتحكي بكل أدب مسني. إحنا اليوم بنقول يا رب الابتلاء تقيل، يا رب الابتلاء قتلنا، يا رب إحنا تعبنا، يا رب إحنا يعني أصبحنا غير قادرين نستوعب. شوف هالطريقة، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني شو خطر ببال سيدنا أيوب يجيب سيرة اسم الله الرحيم في الوضع اللي هو فيه؟ وانت كيف استشعرت يا سيدنا أيوب انه ربنا رحيم وعنده كل هالرحمات وانت مبتلى كل هالابتلاءات؟ شو هالخطاب المؤدب؟ ليش هذا الخطاب احنا اليوم يعني مركزين عليه في هاي الحلقة؟ اليوم في مجموعة من الناس تعتبر ربنا المتهم الأول في حياتها، لما يصيبها ابتلاء بتقول يا رب ليش أنا؟ وش معنى أنا؟ وبنزل في مصيبة وبطلع من مصيبة، وليش أنا الوحيد؟ وليش كل الناس منعمة؟ يعني هو فيش غيري يبتلى؟ يعني أنا تعبت، أنا مش قادر، أنا يا ربي أرهقت، أنا صرت. فهون بيعتبر أن ربنا المتهم الأول، وهذا الشيء ما بحب ربنا يعرفه، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ليس ردة فعل، ربنا مش ردة فعل لحياتي، ولا ردة فعل لأمنياتي، ولا ردة فعل لدعائي. الله سبحانه وتعالى هو القادر والخالق، أنا اللي المفروض أسعى لأعرف كيف أتعايش مع ربنا، مش إنه رب العالمين هو اللي يكون ردة فعل لإلي. أنا الحلقة الأضعف، أنا الأقل، أنا المسكين، أنا الفقير، هو الغني، هو الخالق، هو اللي أنا بتودد له، أنا الضعيف. عشان هيك إحنا يعني أحد
العلماء قال لا عجب في عبيد يتودد إلى خالقهم، مش عجيب إن العبد، مو العبد يعني ضعيف يتودد إلى الله، لكن العجب كل العجب في خالق عنده كل شيء يتودد إلى عباده. طبعا بتودد لنا في شهر رمضان، جاب لنا شهر كامل أنا بس صوموا افطروا المغرب وتغفر لكم كل خطاياكم بلاش. من قام ليلة القدر لحالها عن 84 سنة، طيب شو أكتر من هيك؟ اللي بقيم رمضان تراويحه يعني وقيامه برضه غفرت له ذنوبه والبصمة، يعني عروضات كثيرة في هذا الشهر. هذا يدل على شيء ود، هذا هو الود، اسم الله الودود، ربنا كثير بود، بود الناس فبيعطيهم، بيعطيهم نعم كثيرة، حسنات كثيرة على عبادات بسيطة، على عبادات محدودة، وبياخدوا يعني شهر واحد بزبط لهم كل السنة، شهر واحد بحيي كل النفوس اللي ماتت، شهر واحد بدوب كل المعاصي والخطايا والآثام والأوزار والسيئات والخطايا. يعني إحنا إذا جينا فتحنا معجم الأمور اللي إحنا بنعصي الله فيها، لوجدنا في القرآن ضخ قرآني هائل في الألفاظ ما بتستطيع توقف جنبه وإنت ساكت، إلا ما يكون في لكل لفظ معنى ومؤدى وفهم معين. يعني لما تجي تحكي عن معصية، إيش هي المعصية؟ لما تجي تحكي عن خطيئة، شو يعني خطيئة؟ شو يعني سيئة؟ شو يعني ذنب؟ شو يعني إثم؟ شو يعني وزر؟ رح طبعا رح يجي تفصيل كل واحدة في حلقة من الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. لكن اليوم إحنا وقفتنا مع دعاء سيدنا أيوب. مش بس هيك، العجيب برضه في دعاء سيدنا أيوب قديش كان مهذب وغريب هذا الدعاء، وهادي جدا. ربي إني، يعني لو جينا مثلا دعاء سيدنا نوح رح يجينا نحن نجيب حلقة، ربي إني مغلوب فانتصر، في قوة، دعاء مزلزل بزلزل الإنسان. لكن هذا الدعاء شوف، ربي إني مسني، وإحنا غالبية على فكرة أدعية القرآن وردت في ربي أو اللهم، فيش يا رب عشان تبتعد يا النداء، يعني مش للبعيد، لربنا قريب، فهي غالبيتها بتقول ربي، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الحلو في الدعاء هذا إنه بعد ما نحكيه يا جماعة فاستجبنا له، القرآن بيقول وكشفنا ما به من ضر، كله راح الضر، المرض رجع منيح، هو أولاده كلهم رجعوا، يقال إنهم رجعوا بنفس أسمائهم بنفس أجسادهم بنفس أشكالهم، تجارته وماله رجع، يقال إن السماء في تاريخ الأمة لم تمطر ذهبا إلا لأيوب، سبحان الله. إذن رجع لك كل هذا، شو سر هالدعاء الغريب؟ إذن من يوم من اليوم أطالع كل ما يصيبنا مرض، اللهم عافينا واعفو عنا، والجميع يعافي من الأمراض، يستعمل هذا الدعاء 100 مرة قد ما بده، يعني ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لأنه بصراحة الاستجابة فورية فاستجبنا له. مش بس استجبنا، وكشفنا وحولنا كل الأشياء اللي كانت سلبية لأشياء إيجابية، سبحان الله. قديش هذا الدعاء في سر، قديش هذا الدعاء في عمق. لفت انتباه بهذا الدعاء الأدب في الحديث مع الله، لأنه إحنا بحاجة لهذه اللغة، بحاجة إني أنا أتأدب مع الله. يعني كتير في ناس أيام تفقد الأدب، طب هو ربنا ليش ما انتقمش منهم اللي ظلموا لهلأ، طب هو ربنا ليش سكت عن هدول كذا، طب هم ظلموني وربنا قاعد بيعطيهم، ما بصير نحكي هذا الكلام، لأنه علمنا محدود، علمنا قاصر. إحنا ناس ما بنشوف إلى المشهد الأول من الحدث، ما بنشوف المشهد الثاني، في مشهد ثاني وفي مشهد ثالث وفي نهاية، احنا مش شايفينها بالضبط، مثل قصص أصحاب الكهف، احنا ما كنا شايفين ان الولد اللي قتل الغلام رح يطلع كافر ورح يشقي أهله، مش بس كافر وطاغية رح يبقى، وما كناش نعرف انه صاحب السفينة بياخد كل سفينة سليمة، وما كنا نعرف انه الجدار في تحتيه هذا المال للأيتام أو الكنز. عشان هيك احنا ما بنعرف العلم اللدني، احنا بس بنعرف العلم الدنيوي اللي هو نظرتنا فيه قاصرة، فلا تحكموا على الأحداث وعلى المشاكل من الفصل الأول، لأنه لسه في فصل تاني إحنا مش شايفينه. فدائما منع الله عين العطاء، وعطاء الله أحيانا بيكون فيه منع، والمحنة بتكون منحة، والشدة بتكون شدة إلى الله. إذا ما بدنا دائما نحكم بمنظورنا، لأنه أنت مش شايفين أصلا، الشخص اللي أنت شايفه منعم بيكون يرتع في بلاء لكنه مش مبينه للناس، بس انت بتشوف منه النعيم، لانه ما في انسان بيطلع بيحكي عن بلاياه. اليوم الناس بتطلع بتحكي عن الرفاهيه، بتتصور في احسن وضعيه، بتحكي عن بيوتها، عن قصورها، ما بتحكي عن امور نقاط الضعف فيها. فانا اخدع بالمظاهر، انا اخدع، وهذا اللي بصير.
لذلك هذا الدعاء جاء ليعلمني الأدب مع الله، ويعلمني أيضا هذه الصياغة الراقية المهذبة المؤدبة. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على موعد معكم في الحلقة القادمة بإذن الله مع دعاء وسر جديد من أسرار هذه الأدعية وأعاجيب المحارم. علمني كيف على بابك تنسى الساعات، لا يجري إلا زمن الحب بلا كلمات. كيف أناجيك بذراتي باسمك تتسابق خفقاتي، أنفاسي تلهم عبراتي ونداءاتي.